صلاح صلاح رويت بصراحة هيا آه اوكي مادام نعاود كان نورمالمون اسكو رانا لايف ماناش لايف وصلنا ما كانش اللايف كده رانا لايف عاود رجعنا لايف دونك نعتذروا من الناس اللي كانوا يسمعوا فينا باسكو وقع بروبليم في اللايف ماناش عارفين سي كوا الصوت ولا يتكوبا ولا ليكو ولا يتعاود دونك نعاودوا مرحبا بكم اليوم نعاودوا كاع لابارتي الاولى باسكو راحت اليوم الديبا تاع الفيلم راجينغ بول الفيلم الثالث في سلسلة مناقشة أفلام مارتن سكورسيز بعد ما ناقشنا مين ستريت وتاكسي درايفر دونك نديروا لو تور دو طابل تاعنا خفيف كما العادة ونعاودوا نرجعوا للديبا دونك طارق نعاودوا لا كيسيون بالك كاين اللي ما سمعوناش من قبل وين تحط لو فيلم هذا راجينغ بول في لا فيلموغرافي تاع مارتن سكورسيزي نحطو في لا فيلم وغادي نحطو في نحطو في لا بيريود اكسبيريمونطاسيون و لي زيسي تاع سكورسيزي هذا كي نشوفو لا فيلموغرافي تاعو الاولى راح نشوفوا كاين واحد لاكويرونس هكذا بين باغ اكزومبل مين ستريت وتاكسي درايفر ولا لي فيلم اللي دارهم كونتر لي دو ولا هذاك كاين واحد لاكويرونس استيتيك في لا فيلموغرافي حتى لو فيلم هذا وين اكسبيريمونت اوت شوز شغل تو تون ريستون دون لي تيماتيك تاعو يعني شير هذاك كنقولوا لو ديستا تاع دي بيرسون دون ان ميليو لي ما تبدلش ثاني شغل اوني توجور في الايطالي اوني توجور في الميليو تاع لا باجر ولا مافيا اوني توجور في هذيك واحد الانتيميتي هكذا مع البيرسوناج تو مي طريق بلو ستيل تاع رياليزاسيون تاع اخراج تاع تعريسي لي اون فادير ديفيرون واش غير على لوتيليزاسيون تاع لا ديساتوراسيون تما بلا لي كولور بالنوار بلون اي تو ميم سور لو بلون تاع ليستيتيك تاع تاع لو ديكوباج تاعو تاع لو ريتم تاعو تو سا تما لو فيلم هذا ديفيرون على واش دار من قبل اي دوكو نحطو في بيريود وين سكورسيز قاعد غادي نشوف قاعد في بيريود تاع لا ماتوراسيون قاعد ماتوري في لي ستيل تاعو اي بروفيلي في يسقل في الخراج تاعو اترافير دي زيكسبيريمونطاسيون كيما هكا هي رانا كنا قبل ديجا هضرنا عليها قلنا انه في لي فيلم اللي شفناهم من قبل من ستريت ولا تاكسي درايفر يعني بلا ما يقولوا لك بلي مارتن سكورسيز راه المخرج مي كاينه لا بات تاع مارتن سكورسيز كاينه كاين لو ستيل كتحس بالكاميرا تحس باللي زي في هذوك تاع اللي امور خاصه بمارتن سكورسيز تقدر تتكهن بلو ستيل تاعو عكس الفيلم هذا راجينغ بول اللي ربما جماليا يعني استيتيكمون مختلف تماما على واش شفناه من قبل صحيح سي او ميم طون سي ان فيلم كي ابورد اون اوتر مانيير شغل لا وين لي فيلم اخرين اونسون بلي نحسوا بلي لا كاميرا راهي مع البيرسوناج راهي مع ترافيس بيكل مع البيرسوناج تاع ميستريتي تو سا سي كاميرا اورغانيك اون فادير في الفيلم هذا اللي بيان بوكو بلي بوزي اي سي ان بو سما شغل ميم لو ريسي لي كيلكو بار اوني دون لي ميموار تاع جيك لاموتا اللي هو او باساج سي ان فيريتابل بيرسوناج سي ان بوكسور كي ريالمون فيكو مات فون 2017 جو بونس qui a été champion du monde où le film a été en partie une grande partie inspiré les mémoires de l'autobiographie de Jake LaMotta le vrai Jake LaMotta sauf que il y a une histoire de l'écriture sur le scénario c'est que à la base il y a eu un premier scénario qui n'intéressait pas Scorsese parce que ça se concentrait beaucoup sur la
à la boxe. Martin Scorsese, ils ont dû rappeler le scénariste à Taxi Driver, Paul Schrader, qui a la dimension plus intimiste ou introspective par rapport au personnage à Jake LaMotta. Les moments des sujets, les, justement, qui sont dans la filmographie de Scorsese, ils ont dit, malgré le fond, on a quand même le style de Scorsese, c'est-à-dire au niveau de la thématique. On est toujours sur la thématique de l'introspection, on est toujours sur la thématique de la psychologie de ces personnages, on est dans l'intimité, on a fait une chose grave beaucoup de personnages. Mais je suis forcément, là où je veux dire, mais je veux dire, la chose qu'il y a à faire, c'est comme ça, mais je ne sais pas qu'il y a la boxe en elle-même, mais qu'il y a le personnage. Et c'est dur la collaboration avec Paul Schrader et Scorsese, donc il y a la belle chose qu'il a abordé le bouquin de Jake LaMotta. Lui-même, il a été Jake LaMotta, il était collaboré avec l'écriture de scénario et enfin, il était aussi conseiller lors du tournage. Donc, exactement. على حساب ما قريت أنا قال لك روبرت دونيرو هو اللي كان عنده السكريبت يعني المبدئي. وبقى مدة طويلة يقترح فيه على مارتن سكورسيز وهو كان ما تستهويش بزاف افلام البوكس يعني هو كان يقول انه افلام البوكس اذا كانت تهمه خارج الرينج يعني وهذا النقطه مليحه باسكو من بعد رايحين نرجعوا ربما من جانب تكنيك المشاهد تاع الرينج اللي انا صراحه بنت لي موين شويه انا كرايي شخصي تكنيك مشاهد الرينج يعني المشاهد على بوكس بحد ذاتها نقولوا ليها والاخر نجوا للضيف الجديد اللي معنا محمد مرحبا بك الله يسلمك يا خويا اسمح لنا تكوبنا لايف قبيل ما ضيفناكش مليح دونك نخلوك درك تعطينا قراءه خفيفه على الفيلم ومن بعد نعاودوا نرجعوا للنقاط بالوحده تفضل الفيلم كالعاده يتطرق لشخصية عنيفة تتمتع بالغضب شخصية وحشية كباقي شخصيات سكورسيزي الشخصية هي شخصية ذات أصل إيطالي جيك لاموتا اللي هو بوكسر سكورسيزي حاول يدرس شخصية تاعه هو فصرى لها كما نقولوا مر بنفس المرحلة اللي مر بها جيك لاموتا مرمى الفيلم تاع نيويورك ثاني ما حققش ارباح وخسر حاول كما قلت حاول يدرس الشخصيه تاعه انطلاقا من شخصيه جيك لاموتا اللي مثلها روبرت دينيرو الفيلم يعرض بعض القضايا الاجتماعيه كقيادة الزوجيه المراه المتاجره بالقصر ثاني نشوفوا باللي الفيلم الاسم تاعه في البداية تاعه راه نشوفوا باللي جيك لاموتا يتريني وحده تما وشغل الموسيقى حزينه عارف باللي كيما نقولوا ما راكش داخل الفيلم ولا اللي يكون فيه البطل كيما نقولوا شخصيه كيما نقولوا فرحانه ومعها الجماهير وكباقي الأبطال إيه يعني على عكس ربما بعض الأفلام الأخرى اللي هذا الثاني الجانب راح نطرقوا له كي راح نديروا مقارنة بين لأننا راح نتحدثوا شوية على أفلام روكي خاصة الفيلم الأول والثاني والمقارنة بين شخصية روكي بالبوا وجيك لاموتا نفوتوا لبهدين بهدين صحاف طورك نسيم اسمك بعدين كالعادة نديروا التور دو طابل تاعنا احنا نشوفوا كل واحد كيفاش شاف الفيلم ومن بعد نعاودوا ندخلوا في التفاصيل تاع الفيلم هذا قراءة مختصرة لي بو انا النظرة اللي مدها طارق واللي مدها محمد انا ماشي بعيد عليها بزاف مدوا بارتي مليح على واش راه يحكي الفيلم مي كاين بارتي واحد اخر مهم هو البارتي تاع الريلاسيون تاع جاك لاماتا مع اللي دايرين عليه البارتي هذا ركز عليه بزاف سكورسيزي في الفيلم هو اصلا قال بلي ماهوش حاب يركز عليه اكثر ما واحد خارج الحلبه مي انا شفتو انه دار داخل الحلبه هذيك شغل
اسقاط ولا كبعد رمزي لواش راهو قاعد يعيش شكل نمطها برا، كيف راهو قاعد يبعد الناس عليه كامل بالعنف تاعو بالغضب تاعو. مثلها ثم في الحلبه من اللقطه هذيك الاولى، المشهد الافتتاحي تاعو بعد كالعاده سكورسيزي ديما المشهد الافتتاحي يمد لك واش حاب يقول من الفيلم كامل. نشوفوا جاك لاماطا وحده قاعد شغل قاعد يكومباتي في ما يكومباتي في روحه، باين طول واحد منرفي واحد متوتر، باين بلي يخدم بلي ميسكل تاعو بزاف. من بعد نشوفها في الفيلم كيفاه الفيلم بلي ماهوش على البوكس، بلي فيلم على راجل عنده عنيف بزاف، ما يتحكمش في الغضب بتاعه بزاف، وسورتو ما يتحكمش في الغيره تاعو، عنده النظره تاعو للمراه بلي المراه يا عفيفه يا كيما يقولوا هما يا عذراء يا وحده خارجه الطريق خلاص. دونك هو وين يدخل الرولاسيون مع وحده وفاتر قد معها يتبدل المنظور تاعو عليها خلاص، يعود يشك يعود يحسب في روحه باللي راح تخونه. دونك الرولاسيون تاعو حياته كامل دايره في الغيره وفي الغضب، وعنده مشكل مع العلاقات تاعو مع النساء. عجبني بزاف كيفاه مثل كيفاه خدم سكورسيزي بالنواري بلون. انا قريت باللي هو دار نواري بلون غير باش يميز الفيلم تاعو الفيلم تاع البوكسينغ اللي كانوا منتشرين هذاك الوقت، سورتو الفيلم تاع روكي. وقريت ثاني باللي دار نواري بلون باش ما يبانش بزاف الدم، ولا باش ما يمنعلوش الفيلم، على لانه كان بزاف دم وقت وين كانوا في الحلبة وين كان البوكسينغ ماشي، كان بزاف دم، كان يركز بزاف على الدم كيفاه يخرج من لي بوكسر. هذه اونتر بارونتيز ثاني باينه باللي وي طارق على تاع الدم برك نقطه برك على تاع الدم، بس صرات له ديجا مشكل في تاكسي درايفر وين لاسين فينال، وين جا مشاكل بزاف مع لاسانسور، وين كان انتيليجون، وين بدل لا كولوروميتري تاع لي سيكونس باه الدم يبان فوالا باه الدم يبان شروج. دونك سا سكومبرو لا ديمارش تاعو في هذه في رجيم بوليه. تفضل. بالمناسبه برك المشاهد تاع الدم اللي شفناهم على حسب ما يقولوا هو استخدم نفس التقنيه تاع ايتشكوك. الدم هذاك في الحقيقه شوكولا معالي في تاع نواري بلون، معالي في تاع نواري بلون يبان بهذيك التكستور. وكان ثاني قال لك بلي يخدم بنواري بلون غير على جات باش يبين ليبوك هذيك تاع الربعينات، ماني مش عارف نواري بلون يبين بزاف يخليها تندمج، تخليك تندمج انت بعد المشاهد بعدين تندمج مع ليبوك هذيك. سكورسيزي ديما لازم الكاركتر تاعو برينسيبال لازم يخدم على شخصية هذيك اللي معذبه طول وعنيفه، مي تحس ديما فايت على المرحله هذيك تاع الخلاص تاع الريدمشن هذيك تاع الريدمشن. هنا نشوف فيه تاع البوكسينغ كيما وين يتضرب هو، وين يتلقى، وين يتضرب بزاف، وين يفوت على العنف بزاف، وين يولي يخف على روحه اكثر، تحسوا الخلاص تاعو في العنف هذاك اللي يفوت عليه. النظره تاعي تقريبا على الفيلم اون جينيرال. اوكي دوك اسمع نعاودو نرجعو شويه للتفاصيل من اللي قلتهم طارق. وي كاين بزاف لي زاكس يعني الزوايا اللي نقدروا نتناولوا من هالفيلم، بصح انا حبيت لو كان نهضروا على الفرق اللي كاين ما بين افلام روكي وفيلم خاصه الفيلم الاول والثاني تاع روكي لانه كان في هذيك المرحله، وفيلم راجينغ بول. يعني في افلام روكي عدنا تقريبا السيناريو المعتاد، شخص كل الظروف نكمل لك هذا الفيديو. يعني عدنا شخص كل الظروف ضده وهو يكافح ويتخطى هذه الظروف وينجح. دائما كاين هذاك الهابي اند وكاين هذاك التصوير تاع البطل اللي يتجاوز المحن. راجينغ بول جاك لاموطا هو لونتي روكي، بمعنى انه كل الظروف معاه مي هو يروح في واحد المنحة تدميري لنفسه حتى وين ما تفهم تبدا تقول علاش راه يدير كيما هكذاك، علاش راه يضيع في هاد لاكاريير، علاش راه يضيع في هاد العائله، علاش الحياه يعني عكس روكي هو. اكزاكتلي ياس انا سي ما قلت كلش واش ما خليتني نهضر. لا صح سبري باسكو ميم تكنيكمون روح طارق وفات روكي شغل اكسبلوتي واحد لا كنقولوا باش نقولها فيغور ماشي ستيل تاع الكريتور ولا مي كونسيبت تاع لو سيلف ميد مان، اسم هذاك الراجل اللي يبني وحده
يبني روحه كلكو بار شغل روكي سي الديبي تاع لانكارناسيون تاع هذاك في هذاك الوقت تاع واش يسميو لي زاميريكان لي امريكان دريم شغل لو كا هذاك اللي قادر يدير كلش مهما كان النينجا باسكو روكي ثاني في لو فيلم اللي دوريجين ايطاليان دايور في لو فيلم روكي لو سيرنو تاعو سي ليطالو ايطاليا هو بون ريفيرونس للفيلم القديم تاع روكي تاع ستالون ديجا بلا ما نهضروا شي هو مي هي شغل دو فامو هكذا كيلكو بار على انه روكي قعد اكثر في لابوستيريتي كو ريجين بول الناس بزاف تعرف روكي قليل يعرف ريجين بول سي كو مد البيبليك هذيك مالغري واش عاش روكي واش عاش البيرسوناج تاع روكي بالبوا مي عرفاش il a réussi quelque part. C'est là qu'il vient de nulle part, défier le champion du monde, même si le combat sort, mais c'est une mirbah ma'naoui, comme on dit. Oui, on parle avec lui et tout ça. Par contre, le Raging Bull, c'est comme on dit, c'est l'axe. C'est que, d'ailleurs, nous voyons ça, à la fois, la première séquence, il y a là, où nous voyons, ou là, il y a Mohamed, qui nous voyons sur le ring, il y a dit, في المومو هذاك ما عبالاش اسكو يا ديو تريني ولا قبل الكومبا باسكو انا شتا براتيكو شتا قبل الكومبا باسكو لابس لا روب تاعو هذاك لابس اللي يدخلوا بها لي بوكسور قبل الرينج دونك سي كوم سي هذيك تاع قبل ما هذيك المومو اللي عنده هو لو بلوز امبورطون في حياه جاك لاموتا وجوست ابري نشوفوا جاك لاموتا فيو قاعد يحكي قاعد يحكي اي لا اون باسكول فيرس اون باسيس ولا على بروبابل لو فيلم سي ان برو لي ميموار تاع جاك لاموتا لو بريزون في لو فيلم سي با واش شفنا مي هذاك لو مومون لي شفناه في الديبي ومع لا فان اللي يحكي فيه هو لو بروبليم تاعو ماهوش يعني مع فريمون مع لا سوسيتي مع لو مون تاع لا بوكس ولا هذاك لو بروبليم سي مع لونتوراج تاعو اللي هو اللي خسرو ايه باسكو لا ديرني ريبليك تاعو قاعد يعاود الهضره يهضر مع روحه في المرايا واش راح يقول لخوه اللي خوه ماهوش يحكي معاه اي تما بقى كلكو بار شو البيرسوناج تاع جيك لاموتا يروبريزونتي لونتي امريكان دريم لا شوت شوز كو لي جينيرالمون لو بوبليك نا با اونفي بزاف باش يشوفها مي هذاك ان بو سور لو بلون تاع تاع ليستوار تاع الكونسيبت تاع ليستوار سور لا تكنيك انا نشوفهم متشابهين في حاجه انه مالغري واش نشوفوا في واش خدموا في روكي فو سافوار بالك في ريجين بول يا بليس دو كومبا دو بوكس في ريجين بول كو في روكي روكي على ريغور كيما راني شافي لكن راني شافي مليح كاين ان كومبا تاع ديبي هكذا يبدا به لو فيلم الاول اي لو كومبا فينال صافي تو لو ريست سي با فريمون سا بارلي دو لا بوكس مي لاسونسيون تاع روكي pour le personnage de Rocky, c'est le but c'est de dire ce mot et dire blaston pour le monde à la boxe. Sauf que Jake LaMotta, c'est pas ça. C'est que ce mot, d'ailleurs, tout de suite le film, je suis ma fleur ici, le gars, il explique comment il a géré tout ça. Et du coup, au niveau technique, comment filmer, t'as goûté, comment filmer les combats de ring, تبان لي صح تاع روكي اللي بلوز اورغانيك تسمى راهو قاعد يفيلمي في الكومبا باغ كونتر في الكومبا تاع ريجيك بول كيما قال لك بهاء سي ناليغوري سي اسقاط على حياته اي كيلكو بار عليك توتالير قلت لك بلي سي ان فيلم اللي ابورد فيه لا كيستيون تاع لو مونتاج سي ان فيلم وين باسا بزاف حوايج في لو مونتاج وين لو le combat de boxe في Raging Bull de dimension واحد اخرى لا وين مثلا لا وين روكي عندنا دو غيري قاعدين يكومباتيو في وسط الغاشي في Raging Bull دارها بلوزيور فوا حتى الصموم تاعها دارها في الكومبا فينال مع شوغر راي هذيك لو مومون وين الى تيوني ينقص الصوم عندنا اون سيكونس في الديبي في الكومبا الاول راهم يضربوا راهم في اون بلان كومبا اي تو سا بعدا قامت باكار جينيرال هكذا في البيبليك الحس هذا كامل اون فوا عاود ولا للرينج ما بقيناش نسمعوا في الحس هذا سي كوم سي هذوك لي دو كومباتون راهم في بلاصه راهم
مغطيين على العالم هذا، ماشي ماشي بكومباطيو على جال بيبليك ولا على جال ناس على جال حاجه اخرى، راهم يكومباطيو مع بعضهم على جال حوايج اخرى بزاف بلو بسيكولوجيك عندهم هما كل واحد كل واحد وشنو. بخصوص المونتاج، بخصوص المونتاج انا اعتقد ان اللي دارت المونتاج هي شون ميكر. ايه شون ميكر، تيلما شون ميكر اللي هي تقريبا دارت المونتاج تاع تقريبا كل الافلام تقريبا كاع. اكزاكتو خدمت معاه جو بونس لكيمك لكيمك ديني شربي راه خدمت معاه حتى الايرش مان. ايه حتى الايرش مان هي دارت له المونتاج فوالا. وهي نقول يقولوا يعني يقولوا كي تقرا على مارتن سكورسيز يقولوا انه مارتن سكورسيز ما كانش رايح يرجع مارتن سكورسيز لولا المونتوز هذه، مش عارف اذا يقولوا مونتوز تلما شون ميكر هذه اللي هي دائما زادت اللمسه الاضافيه للخدمه تاع سكورسيز. سي فيزيبل، سي فيزيبل في لي في لي كومبا فاش خدمت وين لي مومون تاع لا كوب ولي مومون تاع شغل قلبت الكومبا ماشي جوست ان كومبا مي شغل ان ايشانج كيما يديروا في سيرتان سيكونس هكذا شوفوا شغل لو شون كونتر شون تاع ديسكوسيون في الكومبا هذاك شغل ثاني ديسكوسيون بين دو كومباتون دو غيري قاعدين مع بعضهم على ا مومون دوني شوف لو درني لو درني لو درني بلون تاع الكومبا مع شوغر راي وين راه دون لي كورد وين شوغر راي كاين طرافاي تكنيك دار اون تكنيك لي سميوها لو ترافلين كوندونسي وين على فوا تي ترابروش دو بيرسوناج بترافلين و مام طون تو دي زوم تمد واحد لامبريسيون تاع كونغرو انه لي بيرسبكتيف يل سالونج يتبدلوا دارير تمد واحد لي في دارها كرياها سكور هيتشكوك يتيليزاوها بزاف من بينهم هكذا يتيليزاها سبيلبرغ في لي دون دو لا مير باغ اكزومبل سي جينيرالمون بور ماركي لا سوربريز ولا ان مومون شارنيير في ان انستون شايف مانيش عارف كي عرفت نفهم ليه مي شوف لي كومبا بيناتهم ماهوش جوست ان كومبا سي ان ايشونج بلو اونتر دو غيري وفي المونتاج شون ميكر دارت ان طرافاي فو سيتي ريتمي سيتي با اورغانيك سي فري مي سيتي ريتمي اون سونتي لي كو هذوك اون سونتي هذوك هذيك الدروات كي جات في وجه واحد فيهم هكذا تحسرها دونك نزيدو من بعد نزيدو انا باسكو عندي شويه ملاحظات نقولهم لك على على الجانب التقني تاع تاع التصوير تاع تاع لي ماتش اون فا تاع لي ماتش دو بوكس هذو النزالات خاصه اذا كان اولا تقارنهم بواش قدروا يديروا في فيلم روكي مثلا راك تشرحت السبب لماذا بيا كون نزيدو نديفلوبو فيها من بعد هو شفنا بار اكزومبل انا الزوج افلام تاع البوكس لي لي كومبا تاعهم عجبوني مليح سي الفيلم تاع محمد علي تاع مايكل مان والفيلم تاع رونو وارد تاع اللي يلعب فيه اسمه روسيل كرو ساندري لامان هذاك شايفه شتوش باسكو تشوف الفرق في المعالجه نروحوا لمحمد كاين كومبا واحد اخر نجبدوا عليه من بعد هو بالك سي ان دي ميور يا داكور محمد محمد هل توافقنا أنت في أنه جيك لاموتا يمثل نقيض التام تاع شخصية روكي بالبوا في السينما؟ كما قلت في الأول جيك لاموتا في الأول بان يتريني ولا يوجد في روح الملاكمة بوحده وجد كما نقول كان تريني وحده عكس روكي اللي يشوفه بدا كما نقولوا بدا من الزيرو حتى النجاح تاعه. الفيلم تاني ريجينغ بول ركز على الشخصيه ما ركزش على النجاحات ولا تشوفوا ما في كما قلت في الكومبو نشوفوا التصوير كما نقولوا نوعا ما ناقص شويه من ناحيه التقنيه من ناحية التقنية نشوفو كشغل ناقص شوية. تاني
ريجين بول ركز على الشخصيه مع لونطوراج تاعها، ركزش كما نقولوا وسط الحلبه. يعني شغل فيلمين ماشي كيف كيف، يعني ما هوش فيلم تاع بوكس في الحقيقه، هو قصه تاع بوكسر، ما هوش فيلم تاع بوكس. ركز على شخصيه عنيفه وصار. اوكي بهاء، وين اسام بهاء، نعاودوا نرجعوا نحاولوا نحطوا الفيلم هذا راجينغ بول في السياق تاع الفيلموغرافي تاع مارتين سكورسيز. شفنا انه بار اكزومبل في تاكسي درايفر، حتى وانه ايطاليا صغيره ما كانتش حاضره، ولكن تحس الموضوع حاضر في الفيلم هذا. عاود رجع لايطاليا الصغيره، عاود رجع لابناء الجيل الاول تاع الايطاليين اللي هاجروا لامريكا، والخيارات المحدوده عندهم تاع الخيارات المحدوده اللي عندهم. وشفنا كيفاش انه هذا الرجل التائه اللي كان عنده كل ظروف تاع انه ينجح بشكل باهر، هو نجح ولكن ما 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 يخلصش في هذيك النهايه الماساويه، كيفاش كان يحاول يدافع على نفسه من اغراءات المحيط تاعو ليتل ايطالي لا مافيا، كيفاش كانت حابه تستغله. يعني اسكو توافقني في هذا الطرح انه عاود رجع لنا ليتل ايطالي، حتى هو يتحدث على بوكسر، ولكن مازال الموضوع الاساسي هو المهاجرين الايطاليين وابنائهم من الجيل الاول. بهاء مش يسمع فيا، مش عارف اش تسمعني ولا ما تسمعنيش. بون معليش، في انتظار يجي يعاود يحل المشكل تاعو بهاء، نعاودو نروحو لطارق. طارق، قلت لك تكنيكمون يعني نشوفوا انه بار اكزومبل في انا ما فهمتش علاش حتى وانه الفيلم ما يتحدثش على لا بوكس. الو، اهلا بها، اسمح لي نسيم تكبر الكونيكسيون. سمعت السؤال تاعي؟ سمعته هيا تفضل. هيا هيا بون، انا شفت الكيستيون تاعك قادرين نجاوب عليها من خلال لاماطا قده المشهد بان فيه هو في الكازينو ولا في الملهى هذاك اللي كان فيه. نشوفوا بزاف الرلاسيون تاعو باقي شغل جزء من حياته كامل فوتو في الملهى هذاك. اون بليس بنت لي كان بزاف من جزء من العقليه الايطاليه قعدت في لاماطا، سواء في التعامل تاعو مع النساء، سواء في التعامل تاعو مع اللي دايرين عليه، سواء في التعامل تاعو حتى مع المشاهدين ولا معهم كامل. شغل قعدت فيه العقليه تاع الطالياني، مانيش عارف انا اسكو حبي يشير سكورسيزي لانه لاماطا قعدت فيه العقليه تاع الطالياني هذاك اللي مش عارف متعصب ولا بسبب التربيه هذيك، انه طلع بالعقليه هذيك وبقى بالشوفه هذيك المتعصبه ولا شوف هذيك اللي قاسيه بالك مع بزاف حوايج. مي الحاجه اللي ركز عليها سكورسيزي هي المشهد تاعو في الملهى، باقي ديما مركز على الملهى، باقي ديما مركز على انه مؤثر على حياته، باقي ديما وين ترالو تاع قصه الصعود هذيك ومن بعد الانحدار، وين صار الانحدار يعاود يرجع للملهى هذاك. شغل كاين انقسام في الشخصيه بعد بين انه وين يصعد يبقى يرجع للبوكسينغ، وين يطيح يعاود يرجع للجزء الايطالي اللي منه. وشوفوا ثاني في الفيلم، يعني روبير دونيرو، بون نحطوا رواحنا في السياق هذاك، روبير دونيرو كان ممثل صاعد، يعني صاعد كانش هذاك النجم الكبير، كان ممثل صاعد ديجا اثبت نفسه في خاصه في تاكسي درايفر. طريقه تاع اللي يلعب بها الدور، كيفاش قدر يبدل خاصه كاين تشوف التمر تاعو، تشوف مش لا نيونس، يعني بين مثلا هو كي كان هكذا كيما قلت انت مع الزوجه تاعو، هذيك الشخصيه المتوسطيه يعني نوعا ما تاع الايطالي، ومن بعد المشهد اللي في السجن هذاك الانهيار التام في الزنزانه، يعني وين انهار بشكل تام. روبرت دونيرو في الفيلم هذا يعني مدهش. هو سوت المشهد هذاك رائع تاع الحبس، كما بقى يضرب مع الحيط، ايه مشهد معبر جدا. يعني روبرت دونيرو دائما خطو حاجه دائما. تفضل
كنت روبرت دينيرو خدم على بزاف حوايج في الدور هذا، مش خدم غير البوا، البوا خدم فيه خدمة هايلة، البوا خدم فيه خدمة عظيمة صح، كيف تشوف ديفيرونس بين كيما كان بوكسر ومن بعد كيما طاح، ما مش زعما مش كاين غير زوز فترات تاعو، خطرة طلع وخطرة طاح، كاين حتى بيناتهم الانترميديير هذاك اللي الفترات هذوك اللي كاين بيناتهم بعد عرف كيف يخدم عليهم. وحتى الرول تاع البوكسر انا لقيت عليه بلي راه كان اونترين بوكسر في نيويورك، خدم بوكسر وربح واحد 3 ماتش، كيما بنتي ربح حتى واحد 3 ماتش ولا تسمع، عاود الفكره تاع تاكسي درايفر انه خدم تاكسيير، هنا خدم بوكسر صح، دونك الرول راه خدم عليه بزاف. ونرجعوا للفكره تاع كيفاه يتبدلوا المشاعر تاعو بين الزوجه تاعو وبين الحلبه وبين كيفاه كاين في الملهى، هذيك خدمه فور تاع الصح، وجهه كيفاه يتبدل، ما ميسكل تاعو تحسهم بعد كيفاه يسترخي، كيفاه يتعصب، كيفاه الكور تاعو يعاود ينشف مره واحده ويتبس مره، خدم عليهم خدمه هايله صح. وباي طول اي واحد ما يعرفوه ما يعرفوش لا غير كيما شافوا يقدر يفهم العبد باللي كيف قاعد يتبدل الحاله تاعو بين حاجه واحده اخرى. ايه، ودائما عنده هذاك يعني في المشاهد، كاين المشهد تاع المرآة في تاكسي درايفر، والمشهد تاع السجن في الاخر، دائما كاين هذاك الصراع الداخلي هكذاك اللي يتصدر في 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 مشاهد تبان تراجيديه يعني شويه. نفوت لطارق. طارق قبل ما يرجع بها، كنت نحاول نبروفوكيك في موضوع يعني، حتى هو انه اوكي المنطق تاع سكورسيز هو انه هو ماهوش يدير في فيلم تاع بوكس، بصح شفنا مثلا في فيلم مروكي كان كاين جهد، كانت اول مره ذكروا، مش اول مره تاعك صححت لي، ولكن كان الفيلم اللي برجع تقنية ستيدي كام، يعني الكاميرا المتحركة الثابتة، يعني ثابتة في التصوير تاعها ولكن متحركة في الموفمون تاعها، استخدم في كان كاين مجهود في فيلم روكي بور مانيفي، يعني لزيادة جمالية التدريب ولا جمالية النزالات هذوك لي كومبا، عكس فيلم راجينغ بول تحس مارتين سكورسيز ماهوش مهتم تماما بما يحدث في الرينج، باستثناء كما قلت انت انه يحط هذاك الرينج وكانه حاجه تعزل الملاكمين على الفضاء الخارجي تاعهم، وتبقى في منافسه مع نفسها، تبقى في صراع مع نفسها. اكزاكتومون اوفيت شول يعني كون نقولوا لها مفهوم لارج، انا تبالي مكانش مازال ما شفتش فيلم اللي تاع نقولوا اونتر غيومي دو بوكس اللي يهضر غير على البوكس، يعني داروا بزاف لو كيما كنت قبل السينما شغل عندها واحد رابور بارتيكولي مع لي سبور جينيرالمون، لي سبور سيتي توجور اون كيسيون تاع ديباسمون دو سوا ولا الاخر ديباسي سي ليميت اي تو سا، mais في لابوكس ça a toujours été particulier ou en plus de ça c'est pas pour rien que c'est des grands metteurs en scène qui abordaient la question de la boxe Scorsese Avildsen les The Rock et le Will l'autre Clint Eastwood Michael Mann, je pense que ça dépend que ce soit fou là où il Jake Lamont là où il and Rocky لا بوكس سي سام لو مويا كيفاش يخليه يدير يكون روحه كإنسان كسبورتيف سي مويا دو ديبانويسمون عنده عند جيك لاموتور ما بصورهولوش سكورسيز بلا ميم مانيير صورهولكم لا بوكس سي اون بارتي من حياه انسان اللي داخل فيها بزاف حوايج سي ان اكزيتوار تاع هذاك لا بيرسون او فات لو ريجينغ بول هو هذاك بول دو تيتر جاي من لو سيرنو تاع جيك لاموتا اللي كانوا يعيطولو ريجينغ بول الثور الهائج سكورسيز في الفيلم ريجينغ بول الثور الهائج هذا ماهوش كان في الرينغ ما صوروش سكورسيز في الرينغ صوروا برا صوروا مع مرته مع خوه مع لا مافيا مع الحياه دو مانيير جينيرال شون
لهنا في لابوكس جو بونس كلي في تاع لابوكس سي ابوردي سا ديبون دو كيل بوان دو في اون ابورد لابوكس سوا كوم ان ابوتيسمون سوا كوم اون ان اوتي ديبانويسمون ولا اون بارتي اون بارتي من حياته شغل عند جايك لا مونتا هذاك لو ريك سي هذاك هو المومون اللي ريكل فيه لي كونت تاعو تاع حياته موسوس من مرتو لي جوستومون سكورسيز ما عطاناش لا ريبونس اسكو لا ترومبي فريمون ولا لا لا شفناها طارق طارق اسمح لي برك باش ناكد واش راك تقول مثلا كاين المشهد تاع هذاك هذاك البوكسور اللي مرتو قالت له وسيم قالت له وسيم فوالا دونك هو دخل الرينج مفيزي وجهه يعني كيفاش تقول عليه وسيم مفيزي وجهه حصل له وجهه سي ريك لي كونتا باسكو فو اوني سا بلو لوان صدق هضرت على باللي البوكسور هذاك بوغوس هو ما عجبوش الحال وشغل تتفرج قلت شو بيه السيد اسمه شغل نيفو عالي تاع سويس اسمه شغل طوب تاع سويس وبعدها بعدا عاودنا شفنا قبل ما نشوفوا الكومبا الميمام شفنا لا سيكونس في لا بواط دو نوي هذيك ولا في الكلوب هذاك وين هي مرتو راحت على سالوي سي جونسيا زامي كان شو كيعرفها في لابيسين الكونيسي ديجا هذوك تاع لا مافيا لي اي دي كو شغل تما لي شغل كيلكو بار تسيت تقول تسيت توسوس مرات تاعو شافت بالك التصويره تاع بوكسر من جامي تلاقيت في تلاقيتها وتلاقيته في حياتها قالت له بوغوس توسوس الور لا مع جماعه اللي كانت تعرفهم قبل ما يعرفها هي هو اي هو اصلا صوروا المخرج صوروا المخرج كشخصيه مضطربه بزاف يعني وصل حتى الخوف مضطربه بزاف دوكو كي نعاودوا نشوفوا ال لو كومبا مع هذاك راح لي الاسم تاعو جانيرو جو بونس جانيرو كي فوالا كي على كل حال نقولوها بطريقه لبقه فلقوا راهو الى ريغلي سي كونت مع هذاك تو سويس اللي دار له ماشي غير على قالت له مرتو الكرو مليح على واش هو سيبوز هكذا في الناس اللي يشوف فيهم كل دي زينمي يكره هذوك لا مافيا لي من بعد زيد يكرههم كثر باسكو لي اون امبوزي انو يل سو كوش شاك في مرتو شاك في خوه شغل تو سا كيلكو بار شغل الى راكد سيكونس افيك سي شغل الى راكد سيكونس لي في الدنيا اللي ماقدرش يريقلهم في الدنيا ابار تما يعرف غير العنف في الدنيا ماقدرش يريقلهم غير بالعنف بصح في الرينك سي في الرينك يمد كلش غير بور لوي هكذا الرينك سي ان اكزيتوار حاجة متنفس ليه هو باه يرجل باه يحل من منظوره هو يحل المشاكل تاعو اللي عنده في الحياة ما قدرش يفكهم ورانا شفنا شغل المرأة تاعو البيرسوناج تاع المرأة تاعو اللي طري فرواد اللي طري كالم كونترير تاعو خلاص شغل السيد كاواها بدروات عاود دخلت عادي منها هزت حوايج راح تروح من داتك عاود تقعدت معاه ايه هو كما قلت انت على احنا بديناها بالتقنيه وصلنا الى ربما لل يعني للمغزى من انه ما حبش ربما كانت متعمده مثلا في فيلم روكي الفيلم كامل هو حياه الشخص في الخارج تحضيرا لتواجده في الحلبه في راجينغ بول ربما هو العكس يعني السيد يدخل الحلبة باش من بعد نشوفه واش رايح كيفاش رايح يعيش حياته الحقيقية خارج الحلبة اكزاكتومون ولا وين روكي لا ديفيرونس لا وين روكي بون لهنا راح نكسترابولي اكثر من غير لي دو فيلم الاولين مي كي نشوف لا ساج تاع روكي سي كو قعدت كويرونت مع واش حبيت تقول انه روكي إلا رجلي نقولوا حياته نظمها على فوا بور لا بوكس اي بار لا بوكس ايه بالضبط ولكن نشوفوا روكي ثاني فيها اون مونتي اون ديسونت بالك اون ديسونت او سونس اون فادير سونس
ماتيرياليست ولا دو تيرم، سادير كو روكي ما بقاش بداها في من تحت اون باد لي شال سوسيال، ومن بعد ولا بورجوا خلاص بدات كعاود تهبط. مي لو بيرسوناج قاعد ايفولوي، ما دمرش كونترافور لا موطا لي لا موطا صورنا سكورسيس كوم سي راهو الى تو بيردو وراهو في لو ريغري. هذاك على قلت لك كما قلت قبل انه بدا الفيلم جايك لا موطا يحكي وخلص في لو ميم مومون. وبدا به مباشرة ناجح، ماشي كيما باقي الافلام اللي وكانه ماهوش حاب يحكي لنا قصة النجاح وقصة كيفاش الحق وكيفاش ولا بطل وكيفاش. مباشرة في الرينج هو ديجا كان ستان بوكسر كونفيرمي، ملاكم اثبت نفسه، ومن بعد نشوفوا واش رايح يصرا. انا اللي اثارت الاهتمام تاعي بزاف الفيلم هو تركيز دائما مارتين سكورسيز، ربما هذه نروحوا البهاء يشوف لنا الراي تاعو فيها. بهاء تسمع فيها؟ وين اسيم؟ هو ربما التركيز دائما مارتين سكورسيز على النزوات التدميريه في الانسان، يعني دائما يوري لك انسان، وهذه المره كانت مكثفه اكثر. علاش؟ لانه على عكس تاع تاكسي درايفر، الشخص هذا كانت عنده كل الظروف مهيئه باش يحقق افضل مما حقق، ولكن كاين قوه تدميريه لداخل فيه هو هكذاك دائما يفسد الامر، يعني افسدها مع اخوه، مع الزوجه تاعو، مع اولاده، مع ربما حتى مع هذاك اللي كان يكتب في القصه تاعو، راه عندنا مشهد ولا زوج افسدها في البيزنس تاعو، من بعد من دار هذاك الملهى افسدها في البوكس مع المافيا، مع يعني دمر كاع حياته هو بيدو. النزوه التدميريه هذه علاش دائما حاضره عند سكورسيز بهذا الشكل؟ بنت لي النزوه التدميريه هذه حاضره عند سكورسيز، اختره هو بعد نفسه عنده هذا النزعه. سكورسيز يحكي ديما باللي الفيلم تاعو باش ينجح ولا باش يتاثروا به المشاهدين، لازم اللي يدير الفيلم بعد لازم يكون هو اصلا متاثر بهذيك الشخصيه، ولا هو عاش شويه من واش عاشت الشخصيه. دونك انا نظن انه سكورسيز كان عايش على الاقل شويه من هذيك الحالات النفسيه، باش ما نقولوش عايش نفس واش عاش لاماطا، بس عاش هذيك بالك الحاله هذيك النفسيه تاع انه الواحد ينزع انه يدمر نفسه، ولا الواحد انه ينزع انه يكسر العلاقات الاجتماعيه تاعو بنفسه. ما نقولوش انه لاماطا كان قادر ينجح اكثر ما انه كان قادر يستقر على الاقل، باش ما نقولوش كانت عنده الظروف كلها مهيئه باش انه ينجح رياضيا ولا حتى ينجح عائليا. بصح هو حتى باش يستقر برك باش يدير هذاك الاستقرار ما داروش. دونك هو كان يركز على الفكره تاع انه يبدا، انا شكيت انه سكريبت ولا الكتابه تبدات من سكورسيزي بعد كحاله شخصيه ليه هو، ومنها انطلق باش يكتب الحاله تاع لاماطا. نلقاو كما قلت لك قبيله، نلقاو الفكره هذيك تاع الخلاص حتى واذا ما لقيناهاش دينيا الخطره هذه، بصح نشوفوها لي زيطاب هذوك اللي قاعد تفوت عليهم الشخصيه تاع مع الاول قاويه وعنيفه ومع لا حتى بواحد، ومن بعد مع الاخر كيما طحت وليت تستعرف وتولي شغل دير الطقس هذاك تاع الاعتراف. شفنا الطقس هذاك تاع الاعتراف مع الاخر كيفاه دار، وكيفاه ولا يسايس في خوه، كيفاه ولا يعترف حتى في واحد السنه كيعترف باللي الغلطه فيه هو مش في الغلطه اللي دايرين عليه. خطره الفيلم كامل نحسوا باللي لاماطا باللي قاعد يحسس اللي دارين عليه، ولا قاعد يحب يحتي يقولنا لينا احنا باللي الغلطه راهي ماهيش فيه هو، باللي راهم فيهم هما الغلطه، لهذاك راني قاعد نحرف فيهم وقاعد نحرف في هذو كامل اللي دارين عليا. مي مع الاخر نشوفوا الانهيار هذاك، ونشوفوا الاعتراف هذاك الطقس تاع الاعتراف تاع شغل واحد داخل كنيسه قاعد يعترف، نشوفوا ثم كيفاه سكورسيزي باين طول اللمسات تاعو، باين اللمسات تاعو اللي متاثر بهم سلطه التربيه الكنسيه اللي هو عاشها، نشوفوها في شخصيه لاماطا. دونك ديما كاينه هذه في شخصيه لاماطا، في شخصيه ترابيس، ما تبدل الظروف ولا ما تبدل مش نفس الكاريير، بصح نفس لي زيطاب. ما في المشهد هذاك الاول اللي بدلنا به، هي في الكتابه ما تصلحش انك تبدا من حاجه الاخرى اللي لحقت لها الشخصيه، بدلنا وين كان، وين صاي، وين طاق، وين كبر، وين ولا صايب، انا اصلا شخصيا راح تلحق ما على بالناش كيفاه لحقت، تاع شغل قاعد يستفز فينا تاع هاي شخصيه وين راح تلحق.
دونك انت بقى شغل المشاهد يبقى يخمم معاك كيف راح تلحق تلهك قطعه، تبقى انت تخمم تقول كيف طحت به كيما هيك مع انه كان الظروف كامل مهيئت له. بنت لي حتى المشهد هذاك اللي داروا مع الاول، المشهد لينا احنا تعيس تفز فينا باش نخمو معاه كيف لحقت الكاركتر تاعو لهذيك المرحله. بالضبط ايوه، هذاك المشهد اقترحوا مش عارف اذا كان طارق يصححني او لا، بول شريدر هو اللي اقترح على سكورسيز انه يبدا مباشره من حيث تنتهي كل افلام البوكس الاخرى، يعني من النجاح يعني النسبي. هي انا ما عنديش معلومه انا عن طارق بروبوزها، ما عنديش معلومه انه لك بروبوزها هو ولا بصح سي تبان لي ممكن جدا ومرجح بزاف، باسكو واش عرفت واش قريت كذا انه بول شريدر كيعطاو له البريمير سيناريو اللي كان مركز غير على لي كومبا وعلى لا بوكس، كان على باله بلي مش راح يعجب سكورسيز دونك يخدم عليه هو. الى في وصلت بلي هذاك لو بلي الفيلم ما يهدرش فريمون على لا بوكس، ما يهدر على لو بيرسوناج، اون انتروسبكتيف على البيرسوناج، رحله داخليه في البيرسوناج. دونك انه يدير يبدا الفيلم وين تخلص وين يخلص، وجينيرالمون لي زيستوار تاع لا بوكس يبدا بها، تبان لي مرجح، لانه شغل كان يقول لك بلي هذا الفيلم هو ماشي يحكي على لا بوكس فريمون، راه نحكيو على البيرسوناج. يعني ديفيرونس دو فير ان فيلم سي كي بار دو بوكس ولا دو بوكسور. بالضبط فوالا شغل عليا تما شغل جو بونس انه في بصفه عامه بلا ما شتيش انا ندير الجسم، بصح ما عنديش في راسي فيلم اللي فيه لا بوكس كوم اليمون سيناريستيك يحكي برينسيبالمون على لا بوكس. لكن الي بار اكزومبل تاع مايكل مان بون سي بيوبيك ثاني، مي سا بارل دو بوكو دو شوز في حياه محمد علي ماشي غير على لا بوكس. روكي ثاني كيف، كاين فيلم قديم شفت عليه تاع جون فويت سموث تشامب ثاني يحكي على رولاسيون بير فيس اترافير لا بوكس. كاين مليون دولار بيبي ثاني اكسبلوري لا فيغور باترنال لا فيغور تاع لونفون و اكسبلوري و سان فيلم تري ريش ومن طو اترافير لا بوكس. كريد مام ساندري لامان، مام ساندري لامان برك راجينغ بول، راجينغ بول يتميز عليهم كونه انه هو عكس باقي الافلام اللي تحكي على البوكسر، يعني تحكي على الملاكم وتوصلوا دائما للحلبة باش ينتصر. راجينغ بول يتميز على هذه الأفلام كلها أنه الحلبة تقريبا تفصيل في حياة البوكسر. نفوت لمحمد. محمد داك تسمع فيها؟ محمد بما أنك أنت اليوم راك ضيف نخلوك أنت تختم النقاش، خلوك انت تختم النقاش محمد، اعطينا الخاتمه تاعك لمناقشه الفيلم هذا تاع راجينغ بول، تفضل. الفيلم نشوفوا الخاتمه تاع الفيلم، جيك لاموطا يقعد يهضر روحه، يقعد يقول تشارلي يمشي سب فيك سب فيا انا، يعني يقعد يستعرف باللي البروبليم فيه هو ماشي في تشارلي. بعد يدخل سكورسيزي يقول له راه واجد الاخر المسرح راه واجد باش تخرج، يعني كي نشوفو ممزل في المرايا شغل استعراف ولا اقرار سكورسيزي من الغلطات اللي دارها، سيرتو انه هو كما نقولوا عاش نفس اللي عاشه جيك لاموطا، اللي عاش نفس اللي عاشه، يعني كشغل وسب هذاك تاع اللي دمر روحه مور نيويورك. نيويورك رايس تعرف باللي كشغل هو دمر نفسه كيما جيك لاموطا ودمر روحه. يعني تاني في الاول نشوفو جيك لاموطا كيما قلت يتريني ولا يوجد للمعركه روحه، وشغل يقعد يضرب في الهواء زعما العدو تاعه ما راش باين، العدو الأول تاعه كما نقوله هو راي صارف عدو غير مرئي، وهذاك العدو تبان لي أنا سكورسيزي كان يعطي إيحاءات باللي دعم الغضب ولا المشاعر تاعه الشخص
اللي متمثلة في الشخصية تاعه، هي العدو الأول تاعه. طبيعي، هذه أفضل كونكلوجيون نقدروا نديروها على الفيلم. الشخص هو العدو الأول تاع نفسه، هو تقريبا هذه الموضوع المفضل في السينما تاع سكورسيس في البدايات. أنا اليوم نشكركم، نشكر محمد وطارق وبهاء على المشاركة في النقاش. إن شاء الله يكون عجب الناس اللي راهم يسمعوا فينا، نعتذروا منهم على الانقطاع تاع اللايف الأول والثاني باسكو ولا كاش بروبليم تكنيك باسكو كاين مشكل تاع الكونيكسيون على ما يبدو. اليوم فيلم راجي قبول، نغلقوا القوس تاع بدايات سكورسيز، رايحين النقاش الجاي بعد 3 أيام هكذاك، نروحوا مباشرة ربما العهد الجديد تاع سينما سكورسيز مع فيلم غود فيلاز لي زافرونشي، وين رايحين ندخلوا نوتر سيكل غود فيلاز الى راني شافي مليح، من بعد كازينو، من بعد شوتر ايلاند. دونك نشكروا الناس اللي تابعونا، كاش ملاحظات خلوها لنا في التعليقات، وصحه سحوركم الى النقاش القادم. صحه سحوركم. تعال تحركم.